موضوع ان مصر معلش بتتراجع وفي الفن، لا احنا هنفضل طول عمرنا بنصدر الفن. احنا عمالين نعمل حاجات لا مختلفة بنصدر وجديدة وما وفي زلنا مجال. هنصدر. مثلا شوفي حضرتك في مدينة الانتاج، مثلا كعبة ارتفاع 12 تسكيل 13 متر، بيوت الصحابة ده موجود في مدينة الانتاج، تم إعادة تكوينها مرة أخرى. الخيام، شوف الحصنة، الفرسان اللي بيركبوا، المصور، المساعدين، الكاميرا مان المغربي أيمن أبو المكارم، عمر خيرت، محمد أبو سعد، عيلة أبو السعد دي مثلا، من مكساج لمزيكا الكل، محمد أبو سعد وأحمد أبو السعد وحسين أبو السعد، عيلة كاملة أسرة جوه الفيلم. معتز الكاتب مونتير، يعني المونتيرين بتوع الدراما كلهم شغوفين جدا. الأستاذ عمر خيرت برضو الموسيقى التصويرية مفاجأة أصلا في الفيلم. لو حضرتك لا تكلمنا ده عن في الموسيقى حاجة بقى التصويرية كمان أجمل اللي هتكون أقول لك حاجة على بقى، كنت بومينج يعني جدا أو عايزة مختلفة جدا. أجيبها لك بس مش هينفع، لازم كنت أجيبها على إن حسين الجسمي عامل التتر بتاع الفيلم بصوته ولحنه. وصلني بيه كلها صديق أسماء كبيرة ومميزة مش شاكة في العمل. وكلهم الحقيقة يعني متعاونين بشكل غير عادي. يعني ما عندكيش فكرة قد إيه، من سامح صادق منفذ، خالد الديب ديكور، الدكتورة سامية عبد العزيز، الأستاذ محمد أزياء وملابس، شوفي الملابس شكلها إيه، إكسسوار، الرفايع، الرجوع إلى التلوين، البيس كالرز بتاع الألوان، كله فريق مصري صرف. ما عندناش بنصدر، ما زلنا بنصدر الفن وهنصدر الفن طب وأشياء أخرى كتيرة جدا يجب تصديرها من مصر. ما فيش حاجة اسمها تراجع، لا.